مساء الخير. ببلد المياه المي مقطوعة، فشو القصة؟ من بعد ما كنا عملنا حلقة سابقة عن كيف بيوتنا كان فيها تكون مضوية لو منستخدم الطاقة البديلة، اليوم حلقتنا عن المي. وين عم بتروح؟ ليه ما عم تجي بشكل مظبوط؟ شو هن الحلول وشو قصة السدود؟ مثل سد المسيلحة مثلا. كل التوضيح مع ضيفنا مدير برنامج التغير المناخي والبيئة بمعهد عصام فارس للسياسات العامة وشؤون الدولية والجامعة الأمريكية في بيروت، نديم فرج الله، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ نديم. خلينا نبلش بالسؤال الأساسي. نحن منعرف أنه مصدرنا الأساسي بالمياه هي المياه الجوفية اللي بتتغذى من الأمطار والثلوج، ولكن ليه ما عم نقدر نستخدمها بشكل أفضل؟ شو هن المشاكل؟ مشاكلنا نحن بالمياه هي أنه استعمالنا للمياه مفرط. أول شيء إدارتنا للمياه كانت سيئة جداً، في تحسن عم بيكون، وقدرتنا للتخزين المياه معدومة، خفيفة ضعيفة جدا. هو ثلاث أساسات. هلا ليه نحن ما عنا مي كافي أو عم تنقطع؟ هاي مشكولة حضرتك بلشتي فيه. ما في كهرباء، الكهرباء بدها تشغل الترمبات، والترمبات اللي بدخولنا المي على نطاق البلد ككل هاو مش موجودين. والمياه الجوفية مثل ما حضرتك تفضلت هي الأساس عنا، بتغذي الأنهر وبنستخرجها دغري. بقى كمان وقت ما يكون في كهرباء ما عنا قدرة نضخ، والقصة الكهرباء مزمنة جدا جدا. نعم. يعني هل في هدر عم بيروح من المي اللي عم تنزل تسربات وما هنالك؟ الشغلتين، في ناس بتشرك على شبكة المي بلا ما تدفع. نعم. اشتراكة بيكون طبيعي، ما بتدفع، بتستهلك المي. في ناس بيشركوا على شبكة من دون إذن، وهالاشتراك هيدا الشبك على شبكة المي بيكون في ترويح، وفي ترويح طبيعي، وفي إهمال لشبكات المي على مدى طويل. هالمياه اللي سموها uncapped for water توصل بمناطق كتيرة لخمسين وأمرار أكتر شوي من بالمية. يعني مننتج كمية بتجي مؤسسات المي بتصدر من الأبار تبعها ومن معاملها مي، نصها بيروح على الطريق والنص الثاني بيوصل عنا على الخزانات إذا في كهرباء. وهل يعني التلوث عم يلعب دور بهذا المياه انه ما نقدر مثلا نستخدمها كلها، خصوصا انه احنا بنعرف يمكن ما عندنا كثير محطات تكرير او محطات للصرف الصحي اللي هي بتخليها يمكن نستخدمها للفلترات او بشكل افضل؟ ما بعرف اذا بتقدر توضح لنا هالموضوع. مزبوط. المياه اللي عندنا اياها ملوثه، نحن معظم الانهر عندنا والمياه الجوفيه ملوثه بالصرف الصحي، هذا اكثر تلوث عندنا اياه. هيدا الشيء العاطل، بس كمان شيء منيح انه فينا نوقف هالتلوث. كيف؟ محطات التكرير اللي عنا اياها للمياه العادي بدها كثير استعمال كلور اكثر، ولا بتشوفي امرار وقت يكون في عنا عواصف او طقس اللي بيصير في انجراف تربي على الانهر، بهيك طقس اللي عنا اياه المياه بتجي لعنا على البيت بتكون فيها كثير كلور لحتى تقتل الجراثيم اللي فيها. هيدا الاستعمال بكلف. الكلور والتكرير بكلف، لازم نكرر المياه المبتذلة قبل ما نكبها. ومحطات التكرير اللي عنا اياهم مش معمولين بالتنسيق مع مؤسسات المي، بقى مؤسسات المي ما عندها قدرة تديرة، ما عندها الكلفة، ما عندها الميزانية تديرة، وكمان في كتير أمرار ما في شبكات واصلة عليها. والأضرب منه كله المياه اللي ما عندها كهرباء بكتير محلات، هالمحطات مش واصل لهم كهرباء او كمان. ما في كهرباء على 24 ساعة يلي بالنهار اللي هي اجباري لمحطات التكرير. شو في مصادر اخرى للمياه غير المياه الجوفية؟ لان احنا بنعرف انه اذا يعني لبنان بلد المي، يعني الا ما يكون في مصادر اخرى ما بعرف اذا موجودة ونحن عم نقدر نستخدمها او كلفتها عالية ما بنقدر نستخدمها. فينا نقول في عنا حصاد مياه الأمطار يلي في عنا كتير وديان أمرار تلاقيها بتمشي تكرش فيها المي بفصل الشتاء أو وقت يكون في عنا عواصف، هيدي مصدر مياه لا بأس به. يعني في دراسة عملتها من شي 10-12 سنة فيها تأمن لنا هالوديان بحدود
بين ال 300 وال 600 مليون متر مكعب بالسنه اذا، بس هيدي كمان بدها بدها كلفة. استثمار كبير. في عندنا كمان اعاده استعمال المياه المبتذله وقتها بعد تكريرها، هيدا مصدر غني غني، لانه نحن بين ال 85 و 90% من المياه اللي بتيجي لعنا على البيت بنردها بالمجرير. واذا نحن قدرنا نرجع نعمل اعاده استعمال لهالمياه، يعني بيبقى لنا يمكن 50% منها فينا نرجع نستعملها. في عندنا بحدود 68 معمل منشأ، في 33 منهم شغال، وفي شي 270 واحد مفروض ينعملوا. نعم. هلا هاول عنا اياهم بيقدروا يكفوا لنا حاجاتنا. هلا استعمال المياه كمان بتتروح، يعني ما بدي انا اخذ ماء مي مبتذله مكرره ودغري اشرب منها، في بس ما ضروري اعالجها لهالدرجه، في استعملها بطرق اخرى. نعم، للري او ما هنالك. 100% 100%. وعندنا اعاده، نحن عم نجرب نلقط كمان في عندنا البرك الجبليه اللي بتلم لك ميه الشتاء وميه ذوبان الثلج، هيدي كمان برك ممتازه فينا نستعملها للري، اللي هو بيستهلك 60% من المياه العذبه اللي عندنا اياها. بقى في عندنا مصادر لازم نستعملها. انا من الناس اللي ابدا ما بدعي لتكرير مياه البحر. بعد عنا مجال كتير تنوصل تحت نوصل في عنا المرحلة. طب بالنسبة للسدود، نحن نعرف أنه سد المسيلحة وبعده لليوم موضع نقاش، وكمان سد بقعاتة، فشو المشكلة إن أمكن بشكل اختصار نحن والسدود بلبنان؟ السدود بلبنان سياسية بالمطلق بالمطلق، يعني المسيلحة وبقعاتة وكله، كل السدود اللي عنا إياها إلها جوانب تقنية أمرار التصميم ما بيلحظها، أو وقت تصمم شيء الواقع على الأرض بيطلع شيء تاني بيصير في تكيف إلها. المصايلحة لحديت هلأ ماشي على برنامج مظبوط، حسب ما أنا بفهم، حسب ما أنا بعرف إنه ماشي على البرنامج المظبوط، بدك تعبي وتفضي تعبي وتفضي لتشوفي تقل المي على السد إذا مظبوط وحامل، هيدا تبين إنه حامل. نعم. تبين في فجوات عندك بالأرض. هلا نحن السياسة عنا فاتت عليها وخربت بشيء. نعم. هناك فات سياسية بتفوت. اللي بدنا نطلع عليه بالسدود هو التالي، نحن بحاجة لمي، لأنه تغير المناخ اللي صايبنا هلا رح يحد كثير من الغطاء الثلجي اللي عنا إياه، رح تصفي الأمطار هي الأساس للمياه عنا، بما إنه نحن عنا جبال المي بتيجي على هالمنحدرات وبتضلها كارشه. ولكن بس ان امكن بالنسبه للسدود، يعني نحن كمان رجعنا شفنا انه سد مسيلحه يمكن طلع فيه شويه اخطاء يمكن خلال عملانه، اما سد بسره مثلا يمكن ما كان المفروض ينعمل بسبب تشوه البيئه وما هنالك، فهل السدود اللي نحن اكيد بغض النظر عن السبب السياسي، هل السدود هي كمان يمكن في اخطاء عم تنعمل اكين بالاماكن يلي عم يختاروها او بالطريقه يلي عم تنعمل فيها؟ لا، ما في اخطاء تقنيه ابدا بالمصالحه هيدي، ما هون بتجي عندك السياسه بتجي بتلعب وبتدير الدفه كيف تشققات مثلا، كانوا عم بيقولوا في تشققات كرمال هيك رجع فضي وما تعبى رجع معي. لا، ما هو فضوا تشقق، ما رح فوت بجدل. هيدا هون عم نفوت بجدل تقنيا، السد بيتعبى وبيتفضى بيتعبى وبيتفضى حتى بينه هالفجوات والتشققات بالارضيه الخزان، يعني المفروض قريبا تخلص هالعمليه تبع انه يفضوا مي ويعبوها اذا 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 عم بيندفع للمقاول. اذا عم بيندفع للمقاول. هلا السدود بقول لك، السدود بالمطلق بالمطلق عند اثر بيئي سلبي. ما في مهرب، بس نحن بدنا نوزن الاثر البيئي، اذا فينا نحسنه بتصميم تبع السد وحول السد وبهدفه انه يعطيني مي، كميه المي اللي انا عايزها. انا بالمستقبل من هون ل 20 30 سنه بعمر السدود اللي بدها تطلع هلا، رح يصير عندي حاجه كثير كبيره للمي، رح يزيد الطلب على المي عندي بحدود ال 40 ل 50%، ومصادر المي المياه الجوفيه عم بتروح لانه ما عم تتغذى من ذوبان الثلج. تغير المناخ اللي عم بيصير عندي رح يحرمني من الغطاء الثلجي لدرجة كبيرة. بقى تخزين المي، إعادة تخزين المي الجوفية رح يروح. بقى بدي بديل عن المياه الجوفية. نعم. تغذيتها.
من التلج، إذا في غسيل بسدود أصغر يلي هي إعادة تخزين بتكون للمياه الجوفية بيكون جيد، بس كمان هدول كله بده دراسات وتطبيق. تخزين الجوفي بمناطق كارستية صعب عنا. نعم، لكن بالنسبة للسدود يعني مثل ما حضرتك قلت شكله رح يبقى موضوع نقاش، ولكن يعني سؤال أخير إن أمكن هيك بعشر ثواني، هل الحلول اللي حضرتك طرحتها واللي هي موجودة واللي نحن بنقدر نطبقها وين اليوم؟ ليه ما عم تنعمل؟ في المشاكل عنا اياها كمان هي المونيك، مش بدي اقولها بالمشبرح، الفساد. عنا فساد كبير. المياه والكلفة الجوفية يعني كلفتهم عالية، يعني اوكي نحن هلا بأزمة لا 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 اقتصادية ما في صعبة كلفة بنفهم، عادي. بس يمكن فينا ما نبلش فيها من قبل. في كتير، مثلا بدك تطبيق القانون، ما فساد كيف عم يجي؟ انت بدك تيجي تطبق القانون على اللي عم بيسرق لك ميتك، عنده خطأ سياسي ما، هيدا تطبيق القانون ما بكلف. الحد من الضخم اللي مياه الجوفيه هو له تطبيق قانوني اللي هو العمل بالرخص، كمان ما عم بيتطبق. المزارع فينا نعلمه ونساعده يقدر يبرمج الري تبعه وطريقه الري تبعه تكون فعاله اكثر على مدى قصير اكثر بالوقت المناسب، بتحد له من خسارته للمي وانعدام التوازن بتقديم المي، الفعاليه نعم. بتقديم المي. هيدا بيساعدنا كثير وما بكلف شيء هلا، ونحن على حالنا فينا نوقف نخفف استعمالنا للمي الجائر. يعني في أكيد. كثير طرق بتصير. يعني شكرا لكل هذا التوضيح، على أمل تعود المياه لمجارية وتصل على البيوت. شكرا كثير لكل هذا التوضيح أستاذ نادين. أهلين، شكرا لاستضافتي، يعطيك ألف عافية. شكرا. وهلأ إلى فقرة أخبار الكاذبة. صورة انتشرت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعم يلتقي داعمينه الكتار بمنطقة تولوز خلال حملته الانتخابية، ولكن تبين أنها من العام 2017 مأخوذة من زاوية معينة. وبخبر آخر، تم التداول بصورة مع الادعاء بأن لجمهور نادي الوداد البيضاوي المغربي، لكن حقيقة هي التقطت باسطنبول بالعام 2018 مع أحياء الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وصورة تظهر تدمير منشأة نفايات نووية في تشيرنوبل حديثا ضمن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن لحظة، بحسب موقع مسبار الصورة قديمة من أيار عام 1986 لتوثيق مخلفات الانفجار اللي وقع بوقتها. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لقونا الخميس المقبل الساعة 6 المساء. إلى اللقاء.